السلام عليكم يا شباب، هنرجع دلوقتي محاضرة الهيدروكربون. قبل ما نبدأ المراجعة حابين نفتكر زمايلنا، نجعلهم بالرحمة والمغفرة ونقرنهم من الفتحة وربنا يجعل مثواهم الجنة اللهم امين. اما حضرتنا كانت بتتكلم عن الهيدروكربون، عرفنا فيها يعني ايه هيدروكربون اصلا، عرفنا ان هي عباره عن مواد عضويه تتكون من ذرات الكربون والهيدروجين، عرفنا ايه هي مصادرها، مصادرها مثلا زي زيوت الخضروات، زي مثلا زيت الصنوبر، زي مثلا الغاز الطبيعي، زي مشتقات البترول، زي مثلا زيت كبد الحوت او دهون الحيوانات. تمام، عرفنا ان البتروليوم ماجستيليس او مشتقات البترول تعتبر المصدر التجاري والاساسي للايه الهيدروكربون في وقتنا ده. تمام، عرفنا ان الهيدروكربون دي يا شباب كانت لها ثلاث انواع، كان الفاتيك وارماتيك وهالوجينيتد هيدروكربون. عرفنا الالفاتيك دي بتكون ستريت تشين او برانش تشين، عرفنا الارماتيك دي بتكون حلقه مغلقه زي حلقه البنزين، عرفنا الهالوجينيتد هيدروكربون دي بتكون هيدروكربون عاديه ولكن مثلا معاها ذرات مثلا فلور. عرفنا ان الارماتيك والهالوجينيتد دول بتكون اكتر حاجه سامه. البلك بتاع حضرتنا بقى كان عباره عن كان بيتكلم عن الكيروسين بويزنج او التسمم بالغاز. عرفنا فيه كذا حاجه، مثلا الكاركترز واليوزز بتاعه الكيروسين، عرفنا فيه ايه هم الريسك جروب، عرفنا الباس بسيولوجي بتاع الكيروسين، عرفنا الكلينيكال بيكتشر، عرفنا الميكانيزم ازاي العين هيموت مني لا قدر الله، عرفنا المانجمنت اللي ايه المفروض ان انا كطبيب توكسو ازاي ايه امانج الحاله بتاعه الكيروسين ايه بوزن. بسم الله نرجع لهم سريعا. قالك اول حاجه بسم الله الكاركترز واليوزز بتاعه الكيروسين. عرفنا ان الكيروسين كان عباره عن الفاتيك هيدروكربون، عرفنا ان هو كان ماده فولاتايل كالرلس يعني عدمت اللون زي الميه كده، كانت ماده او سائل اريتنت، كان له ريحه مميزه جدا. عرفنا ان الناس كانوا بيستخدموه كمصدر للتدفئه تمام والحراره في البيوت، وكانوا بيستخدموه في لمبات الجهاز للاضاءه، وان بعض المزارعين بيستخدموه فين، بعض المزارعين بيستخدموه في المادات الحشريه وبعض المواد السامه يعني الثانيه. تمام، وعرفنا ان الكيروسين لو حصل ضفت عليه اي ماده ثانيه مثلا زي المبيد الحشري فبيكون ايه اكتر خطوره تمام من الكيروسين ذات نفسه. عرفنا بعد كده الريسك فاكتورز او سيركمستانسز اللي هم الناس اللي اكثر عرضه للتسمم بالكيروسين، كان الاطفال خصوصا الاطفال اللي هم اقل من 5 سنين. عرفنا ليه، ان الاطفال دول ما بيكونش عندهم وعي كافي بالماده اللي قدامهم وان هي مثلا ممكن تضرهم او حاجه، ده اول حاجه. ثاني حاجه الوركرز العمال اللي شغالين مثلا في مصانع البترول او حاجه زي كده، او مثلا الشخص الميكانيكي ده بيكون اكثر عرضه تمام الكيروسين، بيكون كرونيك اكسبوجر للكيروسين فبالتالي بيتعرض لمشاكل عن طريق اللي هو مشاكل خاصه بالريسبيراتوري سيستم او مشاكل خاصه بالجلد تمام. وذلك لان احنا عرفنا ان الكيروسين بيبدا ان هو ياكل طبقه الدهون الموجوده في الجلد المسؤوله عن مرونه الجلد، فبالتالي بيعرض الشخص ده لقرح ان جلده يبقى ناشف، وممكن كمان يعرضه في المستقبل ايه للكانسر اوف السكن تمام. عرفنا كمان ان ممكن يكون في عندنا الادوليسنس او الشباب المراهقين ممكن يستخدموه في المحاوله للانتحار، سواء عن طريق ان هم يشربوا منه كميه او عن طريق ان هم ايه بيحرقوا نفسهم تمام. بعد كده شفنا البس فيسيولوجي، قلنا ان الكيروسين كان بيأثر على اربع سيستم في جسمنا، كان بالمونري سيستم، كان سي ان اس، كان كاردييك سيستم، كان جي اي تي تمام. خدنا اول حاجه البالمونري سيستم كان بيأثر عليه ازاي. عرفنا ان الرئه دي تعتبر العضو الاول اللي بيتأثر بالكيروسين، وذلك لان الكيروسين زي ما احنا عرفنا ان هو كان ماده متطايره جدا، وبالتالي الماده المتطايره دي اول ما بتدخل الجسم تبدا ان هي تروح على الرئه تمام، وتبدا ان هي تدمر فيها. عرفنا ان البلمونري انجريز ريزلتس مينلي فروم بيحصل بشكل رئيسي بسبب الاسيريشن بتاع الكيروسين، بسبب اللي هو استنشاق الكيروسين وليس عن طريق الايه الجسر انتستينال ابزوربشن تمام. لان احنا قلنا ان الجي اي تي ما فيش فيه مستقبلات لايه لامتصاص الكيروسين، ولكن في حاله ان الشخص مثلا شرب كميه كبيره جدا يعني مثلا شرب مثلا جيركن كيروسين او حاجه زي كده، فده بيحصل له امتصاص غصب عنك تمام، ويبدا يدخل على الدم ويبدا ياثر ايه على السي ان اس بشكل كبير تمام. يبقى عرفنا في السلايد دي ان اللنج هي اول عضو بيتاثر بالكيروسين، ان المشاكل اللي بتحصل في اللنج بتحصل بسبب الاسبيريشن بتاع الكيروسين وليس الجاستروينتستينال ابزوربشن تمام. هنا الميكانيزم كان بيحصل ازاي، قلنا اعتمدنا على خاصيتين للكيروسين، هما كان ان هو بيكون لو فيسكستي وهاي فولاتيليتي، بيكون شديد التطاير جدا وبتكون الايه الكثافه بتاعته ايه بتكون قليله، فبالتالي ايه بيطير بسرعه. فقلنا لما هو بيدخل على الرئه بيبدا يدمر ايه بيدمر السيرفكتان تمام. السيرفكتان ده اللي هو كان بيعمل ايه، كان بيحافظ على ان الالفيولاي ما تلزقش في بعضها اثناء عمليه الايه الاكسبيريشن تمام، ولكن في حاله الكيروسين التسمم بالكيروسين بيبدا ان هو يدمر السيرفكتان، فبالتالي الالفيولاي بتبدا تلزق على بعضها، فبالتالي ده بيعرض الشخص ان هو ايه يحصل له هايبوكسيا تمام. ده اول حاجه. ثاني حاجه ان هو كان بيزود البرميابيلتي بتاعه الاوعيه الدمويه تمام، فلما يزود البرميابيلتي بتاعه الاوعيه الدمويه ادى الى ان الدم والبلازما خرجت في الالفيولاي او في اللنج تيشو، فبالتالي الجسم اعتبر ان هي ماده غريبه فبالتالي بدا يهاجمها، فبالتالي الجسم المناعه بدا يشتغل بدا ان هو يهاجم الايه الرئه ذات نفسها تمام. قلنا ان المكان ده ضعف فبالتالي مناعه الرئه بدات تضعف تمام، لان الجسم بياكل فيها. فايه اللي حصل، البكتيريا استنهزت الفرصه دي وبدات برده كمان تاكل على ايه تاكل الانسجه دي وتعمل لها نيكروز تمام. ده باختصار كده تمام. يبقى اهم حاجه في الصيد دي ان انا عرفت ان هو بيحصل تدمير للسيرفكتنت بتاع الالفيولاي، ان الكيروسين بيزود للبرميابيلتي بتاعه الفاسكولار اندوثيليوم، وان كمان بيحصل ايه هيموراجيك الفيولايتس تمام. فده ممكن يؤدي لحدوث ايه نيكروز للايه للالفيولار تيشو تمام. عرفنا السي ان اس ممكن يتاثر ازاي، ممكن يتاثر عن طريق اثنين ميكانيزم. اول حاجه يا اما سكندري الهايبوكسيا اللي بتحصل في البلمونري نتيجه البلمونري كومبليكيشن، ده بشكل اندايركت. امتى يحصل الدايركت؟ لما الكيروسين يدخل الدم. امتى الكيروسين يدخل الدم؟ لو الشخص ده شرب كميه من الجاز كميه كبيره جدا، فبالتالي بقى دخلت الدم غصب عننا، فبالتالي ده اثر على السي ان اس بشكل ايه دايركت. يبقى السي ان اس بيتاثر يا اما اندايركت عن طريق الهايبوكسيا سكندري الهايبوكسيا، او بشكل دايركت عن طريق ايه عن طريق ان الشخص ده شرب ايه لارج اماونت تمام. عرفنا ان القلب بيتاثر ازاي، القلب ده بيتاثر نتيجه ان
بيحصل سيفير ديساليزمي، يعني بيحصل لخبطه في ضربات القلب، لان الكاتيكولامين بتزيد في الجسم، وبالتالي والقلب عنده مستويات الكاتيكولامين دي، وبتخلي القلب عمال يضرب كتير، تمام، وبالتالي ما بيسيبش فرصه لنفسه ان هو يملا الشرايين التاجيه. الشرايين التاجيه دي اللي هي مسؤوله عن تغذيه القلب، وبالتالي القلب ما بيحصلوش تغذيه، وبالتالي القلب بيحصل له انفاركشن، وبيبدا ان هو ايه يحصل له ايه توقف. تمام، عرفنا الجي اي تي بيحصل فيه ايه، جاست بس لوكال اريتيشن، تمام، فبيحصل تايج للميكوزا بتاعه الجي اي تي، بيحصل فيها هايبريميا، تمام، انفلاميشن، ممكن يحصل ايه سوبرفيشال التريشن، تمام، الحاجات دي كلها ممكن تؤدي لحدوث نوزيا وومتنج ودايريا وابدون البين. العيان عرفنا العيان ده هيجي لي بايه، العيان ده هيجي لي اما باعراض بلمونري، يا اما باعراض مين، يا اما باعراض جي اي تي، يا اما باعراض كاردياك، يا اما باعراض سينس. اهم اعراض بيجي لي بيها او الاعراض المتعارف عليها ان العين اللي متسمى بالكريسين بيجي لي بيها هو العيان مشاكل التنفس، تمام. قال لك اول حاجه العين ده اول ما بيدخل عليا انا بعرفه من ريحته اصلا، قبل ما حد اصلا يتكلم ويقول لي العين ده شرب كذا او عمل كذا، بعرفه من ريحته، لان الكريسين زي ما احنا قلنا، الكريسين زي ما احنا قلنا بيكون له ريحه مميزه، تمام. العين ده يا اما هيجي لي ترانزيانت جاسبنج او كاب او سينوزس، تمام، حاجه ترانزيانت جاست بس ترانزيانت نتيجه ان العين ده شرب الحاجه دي، تمام، وما حصلش ايه يعني جاست بس ايه يعني حاجات بس لوكال اريتيشن بس، العين هنا في حاله ترانزيانت جاسبنج ما بيحصلوش ايه، بيحصلوش اسبيريشن، لان العين ده ما حاولش ان هو ايه يرجع، تمام. تاني حاجه برولونج التوقف وجاسبنج والكلام ده كله، ده بيحصل نتيجه ان العين مثلا حصل له اسبيريشن، مثلا حاول يرجع او حاجه زي كده، فبالتالي الجاز بدا يدخل فين او الكيسين بدا يدخل في الايه براوي بوز، وده بيحصل له ايه برولونج التوقف وجاسبنج وتشيكن، تمام. عرفنا ان الفيفر هتكون معاه لمده 24 ساعه، ممكن تقعد معاه لمده يومين لو حصل ايه بكتيريا سوبر انفيكشن، تمام. يبقى الفيفر دي بتحصل معايا التهاب في الجسم، تمام، بتقعد لمده 24 ساعه بعد كده تختفي، او ممكن لو قال لك هي بتقعد لمده يومين بسبب حصل بكتيريا سوبر انفيكشن، تمام. فعملت حاجه اسمها برونكوليموني التهاب رئوي، تمام. العلامات بتاعه العيان زي ما احنا قلنا، العيان بيفضل لمده 24 ساعه عنده مثلا اعراض اللي هو نيمونايتس التهاب الرئوي او التهاب الشعب الهوائيه، يعني لمده 24 ساعه بعد كده حالته بيحصل لها بلاتو، تبدا بلاتو يعني بتستقر، تمام، بعد كده الاعراض بتبدا ايه تخف خالص بعد 8 ايام، تمام. العين ده يجي لي باعراض البلمونر ازاي، يا اما العين ده يجي لك في حاله مايل توكسيستي او مودريت توكسيستي او سيفير توكسيستي. عرفنا قبل كده ان زي ما احنا قلنا في المحاضره العين ده بيحصل له فشل في الجهاز التنفسي، احنا قلنا فشل الجهاز التنفسي بيتم على اربع مراحل، ايه هما؟ كان تاكيبنيا اللي هو عمال زياده عمال يتنفس بشكل سريع، تاني حاجه بيحصل نيزل فليرنج، يعني مناخيره بتبدا توسع بحيث ان هي ايه تدخل له كميه هواء كبيره، تمام، وبيحصل انتركوستال ريتراكشن، سبكوستال ريتراكشن، الدوله بتبدا تدخل بحيث ان هي ايه تزود قوه الشفط بتاعه الهواء، لان الشخص ده مش عارف يشم هواء او يتنفس هواء، تمام، لانه عنده الالفيولاي مقفول اصلا، فبالتالي الهواء مش عارف يدخله، تمام. المستوى الثالث قلنا ان العين ده ممكن يدخل عنده حاجه اسمها جرانتنج او العين بينت، ده نوع زي ما احنا قلنا بيحاول ان هو يقفل الفوكال كوردس على الهواء اللي جوه، لانه مش عارف اصلا ايه يتنفس، فمصدق ان هو اي هواء يدخل عنده بيقفل عليه، تمام. اخر مرحله بقى العين خلاص بقى بيموت مني اصلا، ان هو بيحصل له سينوزس بعد كده يدخل مني في كوما، تمام. فعيان مثلا مايل تكسس بيحصل فيه ايه، بيحصل فيه شوكينج او تاكينيا وريتابيلتي، والعين ده بيكون دوزنس، يعني بيكون عنده دوخه كده. عين المدرب ده بيجي لي جرانتنج لسرجي لسديتي، تمام، بيكون همدان خالص بقى وجرانتنج. عين السفير بقى بيكون دخل في كل المراحل، تمام، بيوصل معايا في سينوزس، وممكن ان هو يكح دم زي ما احنا قلنا، وكوما وسيجر، تمام. بعد كده اعراض الجي اي تي بقى زي ما احنا قلنا، بيحصل بقى اريتيشن للجي اي تي بشكل عام، احنا عندنا جي اي تي من اول ما يدخل الماوس لحد مين لحد الانر جلاند، الحاجات دي كلها ممكن يحصل فيها اريتيشن، تمام. احنا قلنا اي اريتيشن او اي اريتيشن للجي اي تي بيكون على هيئه نوزيا وفومتنج وابدون البين وهكذا، تمام. بالاضافه للاعراض دي انه بيعمل ايه انفلاميشن للايه للميكوزا بتاعه ايه على طول جي اي تي. بعد كده قلنا هيجي لنا باعراض سينس، سواء كان السينس ده اعراض جايه عن طريق الدايركت او اندايركت، تمام، بيجي لي باعراض كوما او ديزنس او ليسرجي او فلاسيديتي. اعراض الكاردياك بقى بيحصل له تاكي كارديا، ممكن يحصل له ايه ديزاريزم، تمام. قال لك ان التوكسين هنا اللي هو الكيروسين، يعني لو حصل اضافه على لو حصل ان مثلا العين ده واخد مثلا مبيد حشري مضاف ليه الكيروسين، فالاعراض اللي هتظهر للعيان مش تبقى جاست بس اعراض كيروسين، لا ده هتبقى اعراض كمان البيستسايدز دي اللي هي الاعراض المضادات الحشريه، زي مثلا ان هو بيزيد السكريشنز عنده ويجي له حاجات كده زي ما انتم عارفين، تمام، ويوصل لسيجرز وفلاسيتي ودروزنس وحاجات دي كلها، تمام. قال لك بعد كده لا قدر الله العين ده لو مات بيموت بايه، يا اما يموت في اول 24 ساعه، ده بيحصل نتيجه سنترال ريسبيراتوري فيلير وديس اريزمي، او ممكن يموت مثلا في خلال ايام، ده بيحصل نتيجه الايه البرونكونيمونيا والبلمونيا، تمام. بعد كده الدياجنوزس بقى ازاي شخص العيان، عرفنا بنشخصه على حسب اصلا هو ريسك جروب، اني ريسك جروب مثلا تشيلدرن ولا وركرز ولا ادرسنس، عرفنا عن طريق الفيزيكال اكزامينشن الكلينيكال بيكتشر يعني بيجي لي بيها، وكمان ريحه العين دي بتكون مميزه جدا فبتغنيني عن حاجات كتير جدا. انفستيجيشن بقى بدانا نعمل بقى ارتيريال بلاد جازز، بشوف ايه تركيز الاكسجين مثلا اكسيد الكربون في الجسم عامل ازاي، اعمل شيست اكس راي بشوف مدى مثلا التهاب الرئوي وصل لحد فين، اي سي جي عشان اطمن على القلب، ببدا ان انا اعمل له حاجات خاصه بالايه بالتوكسين اللي هو ايه واخده. بعد كده المانجمنت زي ما احنا عارفين، العيان اي عيان بيجي لي في الطوارئ بيعملوا اي بي سي، بعد كده ببدا ان انا اعمل له ديكونتامينشن او دراج ثيرابي او بريفنشن على حسب الايه الحاله. قال لك اول حاجه الاي بي سي، الاي بي سي العين ده اول حاجه بحط على الاكسجين، بدي له بيتا 2 اجونست،
بتاتو اجونز دي بتعمل عليها برونكو دايليتر اللي هي بتوسع الشعب الهوائيه، لان الشعب الهوائيه دي حصل لها ايه برونكو سبازم اصلا، حاجات زي ادويه زي البترول او سالبترول تمام، الحاجات دي بتوسع الشعب الهوائيه. ممكن انا احطه اعمله انتيفيشن واحط عليها جهاز تنفس صناعي لو حصل له ايه سبيريت فيلا. ده اول حاجه. ثاني حاجه دي كونتمنيشن الطفل ده، زي ما احنا عرفنا ان احنا بنخلي والدته تغير له هدومه او تغسله بالميه والصابون وذلك حمايه من ايه من اعراض الدرماتيتس ممكن تحصل نتيجه الايه الكيروسين الموجود على جلده. ثاني حاجه ان انا ممكن ببدا افضل المعده، ولكن الجاستريك لافاج والامسس دي والامسس بيكون كونتر انديكيشن، يعني حاجات ممنوع ان انا اعملها العين ايه مسمى بكيروسين تمام، عشان ما يحصلش اي اسبيريشن. ولكن في حالات معينه بس سيفير كيسز ان انا ممكن انا اعمله ايه جاستريك لافاج، في حالات ان هو مثلا واخد لارج انجيشن لارج مثلا دوز من الكيروسين وصلت لاكثر من 1 ملي كل كيلوجرام، او مثلا واخد مثلا بيستسايدز معاه او هيفي او هيفي ميتلز او اراماتيك هيدروكربون، الحاجات دي كلها انها بتكون حاجات ايه سامه جدا. والجاستريك لافاج ده لو عملته بعمله بكافد انتو تراكيال تيوب تمام عشان تمنع الاسبيريشن. في نوع من الدي كونتامينيشن بعمله بالايبيكاك، ولكن لا يفضل في الحالات دي اصلا، والايبيكاك ده اصلا ما بنبقاش نستخدمه تمام. قالك مثلا لو انت حبيت ان انت تستخدمه لازم العين تكون صحي معاك والرت، وان هو يقدر ان هو يحمل ايه الاير واي بتاعه من ايه من الاسبيريشن. وان الاكتيفيتد شاركول لا يحبس بيه اصلا، مش هينفعنا في حاجه، لان ايه مش هينفعنا في حاجه، جاست بس ممكن يخلي العين يرجع اصلا ويحصل اسبيريشن تمام. هنا بنبدا نعمل دي كونتامينيشن للعين عن طريق ان احنا بنشطفه ونحمي جلده من ايه من الدرماتايتس قبل انت تروكيل تيوب تمام. وغسل المعده بنعمله لو جينا عملناه يعني بنعمله بايه وضعيه معينه. بعد كده الدراج ثيرابي بدانا نديله كورتيكوسترويد وانتيبيوتيك عشان خاطر ما يحصلوش ايه سوبر بكتيريال انفيكشن ويتعمل ايه برونكو نيمونيا، واديله كورتيكوسترويد عشان تدي بس الايه المناعه اللي شغاله في الرئه وعماله تاكل فيها نتيجه زياده الايه الدم او الفاسكولار برميابيلتي في الايه الرئه. البريفنشن بقى ان انا المفروض ان انا اعلم الناس ان هم يعينوا يحافظوا على اطفالهم عن طريق ان هم يبعدوا الحاجات دي عنهم ويحطوها في مكان الاطفال ما تعرفش توصل له، لو الاطفال وصلت ما تعرفش تفتح اصلا الازازه او الكونتينر ده، ان الوقايه خير من العلاج تمام. بعد كده خدنا شويه ام سي كيو، قال لك هاو دوز الكيروسين انهيليشن برايمري افكشن البودي، عن طريق ان هو بيعمل ايه اريتيشن ليه سبيرتوميكوز بيعمل هاي جلوميكوز. قال لك ويش بومتنج ود بي انديوسد افتر كيروسين انجكشن تمام. ليه البومتنج لا يحبس بيه في حاله العيان اللي هو مصاب بالكيروسين، لان عشان خاطر نحافظ خايف عليه ان هو يحصل ايه بودي، عن طريق ان هو بيعمل ايه اريتيشن ليه سبيرتوميكوز بيعمل هاي جلوميكوز. قال لك ويش بومتنج ود بي انديوسد افتر كيروسين انجكشن انجكشن تمام. ليه البومتنج لا يحبس بيه في حاله العين اللي هو مصاب بالكيروسين، لان عشان خاطر نحافظ خايف عليه انه يموت تمام. بعد كده في شويه اسئله كده بيقول لك بسم الله، بيقول لك زمان تو فيزيكال بروبرتيز اوف كيروسين اس، اهم خاصيتين من خصائص الكيروسين ان هو بيكون لو فولاتايل تمام ولو فيسكستي. ده اول حاجه. ثاني حاجه البرايمري تارجت اورجان بيتاثر بالكيروسين بويزنج اس اللنج، طبعا اللنج اول عضو بيتاثر عن طريق الاسبيريشن تمام. بعد كده بيقول لك ايه، بعد كده بيقول لك وين يوز الجاستريك لافاج انكريسين بويزنج، بيستخدم امتى الايه الجاستريك لافاج؟ بنستخدمه حالات سيفير كيسز اللي هي العين مثلا واخد كميه كبيره جدا، او واخد مثلا معاه اضافات ثانيه زي مثلا مبيد حشري او هيفي ميتلز او اراماتيك هيدروكربون تمام. ولو جينا عملنا جاستريك لافاج بنعمله ايه بكافد انتراكيال تيوب. بعد كده بيقول لك ويتش دراجز ويوز انكريسين بويزنج، ايه الادويه اللي بيستخدموها في حالات التسمم بالكريسين؟ هو الكورتيكوسترويد والانتي بايوتيك. بعد كده نشوف بقى كام سؤال من اسئله السنين اللي فاتت. بيقول لك ان ان كيس اوف كيروسين توكسيسيتي ذا كوز بتسمي بي، في حالات التسمم بالكيروسين اشهر سبب للوفاه هو زي ما احنا قلنا سنترال ريسبيريتوري فيلر تمام، او عن طريق اللي هو ديس اريزم تمام، ان العيان بيموت يا اما يموت اول 24 ساعه يا اما يموت في خلال ايام اول 24 ساعه نتيجه ان حصل سنترال ريسبيريتوري فيلر وحصل ديس اريزم في خلال ايام عن طريق انه بيحصل ايه برونكو نيمونيا تمام. طب هنا هتقولي في نيموسوركس؟ لا نيموسوركس، لا نيموسوركس دي يعني حصل ان الرئه حصل فيها انفجار في الايه في الهواء دخل في الشيستس نفسه وملاه، والهواء لما بيدخل في الشيست ويملاه تمام بيدخل بين الضلوع يعني ويملاه بيبدا ان هو يضغط على الرئه والرئه دي اصلا بتكشف، ده مش الميكانيزم بتاع التوكسيستي تمام. ريسك اوف الموتر اكتيفيتي لا، دي هيدريشن لا تمام. بعد كده بيقول لك ذا موست امبورتنت اند كومن كومبليكيشن اوف الكيروسين بويزنج، هو اشهر واهم كومبليكيشن بتحصل في حاله التسمم بالكيروسين هي البرونكو نيمونيا تمام. البرونكو نيمونيا وليس الاكيوت هيباتيك فيلر ما بيأثرش عليه ولا الاكيوت رينال فيلر، والكيروسين ما بيأثرش على المخ. الكيروسين لو أثر على المخ معنى كده دي بتبقى في حالات نادرة، انت الحالات النادرة دي لو الشخص ده شرب كمية كبيرة جدا تمام، ودي حاجة نون كومن تمام، فدي ذا موست امبورتنت اند كومن كومبليكيشن هي البرونكو نيمونيا تمام. بعد كده بيقول لك رول بتاع السيرب اوف الايبيكاك في حالة الدي كونتامينيشن، احنا قلنا الايبيكاك ده بيعمل اندكشن للايه للامسس بيخلي العين يعمل ايه يحصل له ان هو ايه يعمل فومتنج تمام. كده نكون خلصنا، اتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا يا شباب، ربنا معاكم معانا، السلام عليكم.